بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة برايمري 5، تعالوا نخلص سوا أول كونسبت في يونت 4 ونعرف أكتر عن الجرافيتي ونشوف كمان حدوتة البلانت اللي بتعمل ريفولفينج أراوند السن. ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتنضموا لينا على التليجرام وعلى الفيسبوك الجروب والبيج، ولو عجبتكم القناة واستفدتوا منها ياريت تنشروها ما بين أصحابكم وحبايبكم، وياريت تفرحوني بلايك على الفيديو. يلا نكمل سوا آخر لسون معانا في يونت 4 كونسبت 1. من أول الكونسبت وإحنا عمالين نتكلم عن الجرافيتي وإزاي الصن بتعمل أتراكت للبلانت دي وبتريفولف أراوند الصن والحدوتة دي كلها، بس عايزين نعرف حاجة واحدة، مين الساينتست اللي بدأ الحدوتة دي؟ مين الساينتست اللي قال لنا إن الأرث بتعمل ريفولف أراوند الصن والحدوتة برة كده في السولار سيستم بتاعنا ماشية إزاي؟ ده اللي هنفهمه النهاردة. احنا طبعا عارفين ان السولار سيستم بتاعنا ده كونسيست من اوبجكت كبير قوي او بادي كبير قوي اسمه الصن، وحواليه في جروب اوف بلانت بتعمل ريفولف اراوند ات. كان الساينتست اللي قال لنا حدوتة ان الارث بتعمل ريفولف اراوند الصن اسمه نيكولاس كوبرنيكوس. نيكولاس عارفينه، كوبر وبعدين ني كاس، كوبرنيكوس، نيكولاس كوبرنيكوس. ده الساينتست اللي قال لنا الحدوتة دي، قال لنا ان الارث بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها بتعمل ريفولف اراوند الصن. بس حكالنا بقى حواديت تانية كتير، قال لنا ان السولار سيستم بتاعنا ده كل البلانت بتريفولف around the sun في fixed path اسمه orbit. يعني ايه؟ يعني نلاقي الشكل ده كده قدامنا، ادي الصن بتاعتنا البلانت الاولاني اللي اسمه الميركوري ليه orbit كده بيلف فيه، البلانت التاني اسمه فينوس برضو ليه orbit بيلف فيه. يعني مش كل بلانت فيهم بيلف بمزاجه كده، ده كل واحد ماشي في fixed orbit خاص بيه هو. قال لنا كمان ان الاوربت بتاعت البلانت دي شكلها إليبس او شكلها اوفل، يعني ما هياش سيركل قوي مظبوطة زي اللي بنربسها. يعني الاوربت ده شكلها مش سيركل قوي مظبوطة زي اللي ممكن نرسمها بالكومباس مثلا، دي شكلها إليبس شوية او شكلها اوفل شوية، يعني مدي على بيضاوي حبة كده. طب وقال لنا كمان ان الارث بتاعتنا بتعمل ريفولف اراوند الصن في سبيد حوالي كده، يا خبر ابيض على الرقم، تخيل كده 107,000 كيلومتر في كل اور، يا خبر ابيض، دي بتلف جامد جدا، دي بتلف بسرعه كبيره قوي. 107,030. يبقى تاني نجمع كده، السولار سيستم دي جواها الصن، الصن دي حواليها البلانت ريفولف اراوند ات في فيكسد باث اسمها اوربت. الاوربت ده مش سيركل، لا ده إليبس او اوفل شيب، والارث ريفولف اراوند الصن في سبيد 107,000 كيلومتر في كل اور. طب تعالى نفهم بقى ازاي البلانت دي بتفضل ماشيه في الفيكسد اوربت، ليه ما تلفش تقرب شوية أو تلف وهي بتلف تبعد شوية؟ ليه ماشية في الفيكسد أوربت ده بالظبط؟ قالك الحدوتة كلها في الجرافيتي. ازاي بقى الجرافيتي؟ ايه اللي دخل الجرافيتي في الموضوع ده؟ احنا متفقين ان الجرافيتي دي بتحصل ما بين تو أوبجكت والاتنين بيعملوا أتراكشن لبعض، بس اللي بيبان الاتراكشن بتاعته كبيرة قوي هو اللي الماس بتاعته أكبر، هي دي الحدوتة بالظبط. الجرافيتي دي invisible attraction، invisible عرفنا يعني أنا مش شايفة الأرث مطلعة إيديها كده وتسحب البلانت، لكن شايفة الإفكت بتاعها. واتراكشن هي pulling، يعني إيه pull؟ نفتكر pull يعني أقرب البادي ده مني، opposite push ان انا ابعده بعيد، الاتنين فورس. طيب البولينج فورس دي hold all the planet in their places،
يعني ايه؟ يعني تخلي كل اوبجكت على نفس الديستنس. البادي ده مثلا بتاع البلانت ده ولا يقدر يقرب ولا يقدر يبعد، هي ماسكاه وظبطاه بالظبط على الديستنس دي. طبعا الجريت جرافيتيشنال بولينج فورس بتاعت الصن دي هي اللي خلت البلانت تفضل تعمل ريفولف في الفيكسد اوربت بتاعهم، ولا تقدر تقرب ولا تقدر تبعد. طب تخيل لو الجرافيتي دي مش موجوده، وات هابن؟ البلانت مش هتفضل تمشي في الاوربت بتاعها، ده كل بلانت هيمشي بمزاجه في السبيس، مش هيلف حوالين حاجة، ولا ليه دعوة بقى بالصن ولا الأوربت بتاعه. ده فعلا اللي هيحصل، البلانتس وود فلاي اوف انتو سبيس، يعني زي ما بتقولوا كده بالعربي تمشي بمزاجها، اي واحد يمشي في اي حتة. وطبعا الحمد لله ان ده ما بيحصلش. طيب سؤال كده صغنن اكيد جه في دماغكم، اشمعنى الصن هي السنتر بتاع السولار سيستم؟ ليه الصن هي اللي قاعدة في النص؟ اشمعنى كلهم بيريفولف اراوند الصن؟ يعني ليه مثلا مش كلهم يفولف اراوند ذا ايرث مثلا؟ ليه مش كلهم ريفولف اراوند ذا مون؟ اشمعنى الصن؟ علشان الصن هي البيجست بلانت فيهم. الصن اكبر من كل البلانتس، واكبر من المون، واكبر من اي حاجة تانية موجودة في السولار سيستم بتاعنا. يبقى علشان الصن هي much bigger than other object في السولار سيستم، فطبعا الجرافيتي بتاعتها هي اللي اكبر، هي اللي هتقدر تعمل pull للاذر object او الاذر بلانتس اللي حواليها. يبقى الصن علشان هي bigger اكبر، فالجرافيتي بتاعتها اكبر كمان، فهتقدر تعمل بول لكل الاوبجكت اللي موجوده في السولار سيستم اللي بنتكلم عليه. بكده يا حبايبي يكون الكونسبت ده خلص، ويبقى فاضل لنا كونسبت واحد بس باذن الله ونخلص المنهج. اتمنى اكون بسهل عليكم المنهج وبتبقى الدنيا اسهل وابسط. ذاكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق.